بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، والنعلة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقال الله تعالى في كتابه الكريم: فأما من خاف مقام ربه جنتان. ما زلنا نحاول ونسعى أن نتطرق إلى بعض المفردات القرآنية وبيان بعض المفاهيم لهذه المفردات. من تلك المفردات التي نراها في القرآن الكريم الإشارة إلى أنواع الخوف بشكل وما يشير القرآن إليهم. الخوف له خمسة أنواع أو خمسة مراتب. البداية هو الخوف، وهو خاص للعاصين كما في القرآن الكريم، سنشير إلى الآية التي تشير إلى هذا المعنى. والخشية للعلماء، لأهل العلم، والوجل للمخبتين الخاشعين الذين يخشعون لله سبحانه وتعالى، والرهبة للعابدين لأهل العبادة، العباد من عباد الله سبحانه وتعالى، وأرقى وأعلى رتبة من مراتب الخوف الهيبة، فهو للعارفين. فكيف يكون ذلك؟ سنشير إلى معانيها من خلال الآيات القرآنية. أما الخوف الذي يصيب به الإنسان فهو لأجل الذنوب. قال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، سورة الرحمن الآية 46. والخشية للعلماء، أهل العلم لا نقول لهم يخافون من الله، بل نقول يخشون الله. فالخشية لأهل العلم، قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، سورة فاطر الآية 28. الوجل نوع من الخوف، ولكن ليس عاما لجميع الناس، لأجل ترك الخدمة. قال الله تعالى في كتابه الكريم: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فهنا الخوف في القلب للذين يرون القصور في خدمة الناس. الرهبة لرؤية التقصير. قال تعالى: ويدعوننا رغبا ورهبا، سورة الأنبياء الآية 90. الهيبة، المرحلة العالية، الرتبة العالية من الخوف لأجل شهادة الحق. الهيبة لأجل ينكشف الغطاء عن وجه، عن بصر الإنسان، فيرى الملكوت الأعلى، فيصاب هؤلاء بالرهبة. شهادة الحق، لأجل شهادة الحق عند كشف الأسرار. وبذلك قال الله عز وجل: ويحذركم الله نفسه، يشير إلى هذا المعنى. نعم، وهناك رواية مذكورة، أختم كلامي بهذه الرواية، منقولة عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إذا صلى، كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا صلى يسمع لصدره أزيزا كأزيز المرجل. القدر عندما يغلي الماء فيه صوت، كان رسول الله هكذا يهاب من رب العالمين: ربنا عليك توكلنا وإليك ألبنا، فاغفر لنا ذنوبنا، ربنا اجعلنا في مع أهل البيت، مع رسول الله، ربنا واحشرنا مع القرآن الكريم، إنك مجيب الدعوات. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.